الراجل دوب ما يعطينا اي تعليق يحب يتحكم فيا يحب يتحكم فيا. شوف العلاقه هي اظلي ما فما حتى حد فينا يختارش. ثم معلوش نقول لكم شنو نصدمكم بها باش نحرك لكم بها حاجه مزروعه غلطه في وسطكم. ما فماش واحد يعرس بالشخص المناسب، وما فما حتى مواصفات للشخص المناسب، وما فما حتى حد مناسب لحتى حد. واضح ركبت هكا الحكايه فهمتها تو باه. انا مانيش مناسبه لحتى راجل، وحتى راجل ما هو مناسب لربي، بهيشي هك والله هذيك هي الحقيقه اللي لازمكم تفهموها. او شو نفسر لكم خليه تفهم، انا مانيش مناسبه لحتى حد، وحتى حد ما هو مناسب ليا، وانتم البنات الكل ما كومش مناسبين لحتى حد، وحتى راجل فيكم ما هو مناسب ليكم. ما فماش حاسس ما مناسب، ما فما حتى حد مناسب كان بوك وامك، الباقي الكل عبيد ما تعرفهمش، راجلك ما تعرفوش، مشي يتربى في بيئه اخرى مع عبيد اخرين، في حكايه اخرى، في قصه اخرى، عنده قصه حياه اخرى تقبلته في هالدنيا هذه بحكم المكتوب. العلاقه الزوجيه والعلاقه العاطفيه تنجح في حاله واحده، اذا الزوز قابلين باش يكونوا مسؤولين على نجاح الكوبل فقط.